شركة إير برلين للطيران سجلت في السنوات الأخيرة خسائر بلغت أكثر من 1.2 مليار يورو. فالمنافسة الحادة في قطاع الطيران تسببت في صعوبات بالنسبة لثاني أكبر شركة طيران ألمانية، والتي تأثرت أيضاً بتأخير افتتاح المطار الجديد للعاصمة برلين. ومن المتوقع أن تلغي الشركة ما بين 1000 إلى 8000 وظيفة. ليس هناك قطاع يشهد منافسة قوية مثل قطاع الطيران، إذ لا بد من تقليص النفقات، لكن ذلك ليس سهلا دائما، إذ أن الخدمات الأساسية ستتضرر أيضا جراء ذلك، وستقوم شركة إير برلين بتخفيض ما تقدر عليه من نفقات. لكن من الواضح أن من لا ينجح في معركة النفقات سيكون من الخاسرين في جميع الأحوال. شركة الاتحاد الإماراتية تمتلك أكبر حصة في إير برلين وتبلغ 29.2%، وهي استثمرت في السنوات الماضية أكثر من 1 مليار يورو في الشركة المتعثرة. الاستراتيجية المقبلة التعاون مع شركتي توي ولوفت هانزا. ومن المنتظر أن تدمج أجزاء من إير برلين مع شركة توي، وستقوم شركة الاتحاد الإماراتية للطيران بتأجير 40 طائرة إلى شركة أويرو وينكس للرحلات الرخيصة والتابعة للوفت هانزا. وبذلك يتقلص أسطول شركة إير برلين إلى النصف.